النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. تواصل وزارة الصناعة والتجارة جهودها الحثيثة في تنمية القطاع الصناعي وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. منذ إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين، شهدت المملكة التزاما قويا بتعزيز القطاع الصناعي والتنوع الاقتصادي، فقد تم إطلاق العديد من الممكنات والمبادرات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، منها إطلاق وزارة الصناعة والتجارة واسم المصنع الأخضر بهدف نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة تكامل الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومبادرة المصانع الذكية بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل تمكين لدعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وإطلاق دليل الاستثمار الصناعي تصنيع بالإضافة إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين البحرين ومصر والإمارات والأردن والمغرب، والتي نتج عنها مؤخرا توقيع اتفاقيات توريد وشراكة بقيمة تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي. هذا وقامت الوزارة بتوسيع عدد من المصانع وتوسيع أخرى في المواد الغذائية، وأقامت مصانع للسيارات الكهربائية والأدوية والمحاليل الطبية، بالإضافة إلى مصفات البحرين للسكر. وفيما يخص الفعاليات والمشاركات، فقد شاركت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا في العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية، كما قامت الوزارة بزيارات ميدانية محلية لتقوية العلاقات والتعاون، منها زيارات لمصانع مونديليز وألبا ويونيفرسال رولينج وفايفز لخدمات الخليج. تشير هذه الخطوات الاستراتيجية إلى التزام البحرين بتعزيز الاستدامة وتحقيق التميز الصناعي من خلال تنويع الإنتاج وتطوير البنية التحتية لخلق مستقبل صناعي مشرق. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة. مرحبا بك دكتور في النشرة الاقتصادية. وفي البداية، ما هي أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026؟ أهلا وسهلا أختي ريم. طبعا عملنا مؤخرا في وزارة الصناعة والتجارة بعد مرور عامين على إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة على مراجعة مؤشرات الأداء وتحديثها عشان تكون أكثر طموح وتتناسب مع النمو الاقتصادي المنشود. وعليه تم تحديد الهدف للوصول إلى 4.5 مليار دينار بحريني من ناحية قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الصناعية وطنية المنشأ عشان توصل ل 5 مليار دينار بحريني، وكذلك زيادة قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي ل 5 مليار دينار بحريني، أيضا علاوة على وصول البحرينيين الموظفين في القطاع إلى 20,000 بحريني، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي التابع لمنظمة لينيدو، طبعا كل هذا بحلول العام 2026. نعم دكتور، ما هي أبرز المبادرات الصناعية للعام الجديد 2024؟ استقبلنا كريم العام 2024 بجملة من المبادرات، يمكن أبرزها إطلاق برنامج تعزيز التصنيع المستدام واسم المصنع الأخضر خلال مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر الأطراف COP28. نعم. بالإضافة إلى تدشين دليل الاستثمار الصناعي وانعقاد اجتماعات شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، واللي شهدت انضمام المملكة المغربية والإعلان عن أكبر اتفاقية توريد بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بين حديد البحرين وحديد الإمارات منذ إطلاق الشراكة.
وأيضا راح نعمل على التوسع في بعض المبادرات وتطوير البعض الآخر. فعلى سبيل المثال اختريم للحصر فيما يتعلق ببرنامج القيمة المحلية المضافة في صناعة تكامل واللي تم تدشينه العام الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية للتعاون في البرنامج تمهيدا للاعتراف المتبادل، بالإضافة إلى الإعلان أيضا على المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية كأحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني واللي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي. بالتأكيد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. توقعت كريستالينا غورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي انخفاض معدلات التضخم العالمي في عام 2024، مشيرة إلى أن أفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال عند نحو 3% مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.18%. وقالت على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية للقمة العالمية للحكومات 2024 في دبي إن المنطقة العربية تلعب دورا متزايد الأهمية في عالم سريع التغير، وقالت إن الصندوق صار واثقا للغاية من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي لن يتوجه إلى ركود، متوقعة أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض اعتبارا من منتصف العام أيضا.